جبت قلم كده وقلت لهم يلا نكتب اسامينا علشان لو جرالنا حاجة. بدأنا نكتب اسامينا على هدومنا وعلى اجسامنا كده على ايدينا. انا مستنية اموت زي كل الناس اللي عماله تموت حواليا. انا هموت، بس امتى انا مش عارفة، بس هتيجي دلوقتي حالا، فاهمة؟ ان هو 12 ساعة، كل ساعة بتعدي هو الحرب دي ما بتخلصش. وبعدين خدوني تاني ودوني المستشفى بتاعت، عملوا لي هناك كشف العذرية والتحليل الحمل. شهر ونص حاولوا ان هم يرحلوني السجن، فعملوا تاني اختبار حمل. طب يا جماعة احنا عاملين اصلا ايوه قبل ما ندخل؟ لا لا، زيادة تأكيد، عشان احنا رايحين نسلمك للسجن عشان برضو لو حصل حاجة. ودخلت معايا السجانة في الحمام، تفتيش بقى، يعني اللي هو انا قلعة قدامك مالطة اوريدي، انت بتفعصي في ايه؟ ولا بتدخلي ايدك فين؟ هي جاية تدخل ايدها تحت، انا قلت لها انا بنت، انت ما ينفعش تحطي ايدك بالطريقة دي. بس رايحة فين؟ انا في الحجز، فكان في ضابط مبطشي موجود في الحجز بتاع المطار، اتحرش بيا يعني، لمس صدري ولبس، فاهمه؟ اللي هو حاول ان هو لما رحنا عند مأمور القسم، فهو بيحكي له، بيقول له حصل واحد اتنين تلاته وبتاع، يقول لي ده جزمته انضف منك يا بت، ده انتي، وراح شتم شتيمه قلة الادب. انا نفسي ارد له الشتيمه دي في يوم من الايام.